ومن النساء اللائي أثبتن ذواتهن في المجال تحضر معنا السيدة حكيمة بن شريفة، مرحبا بك. مرحبا بك. أنت عداءة سابقة، أول امرأة ترأس نادي لألعاب القوى، عضو اللجنة المديرية للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. ألقاب تعني أن المرأة المغربية لها أن تلعب أدوارا ريادية، أليس الأمر كذلك؟ نعم، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. فأود أن أقول في البداية أن المرأة المغربية أصبحت كتحتل واحد المكانة متميزة داخل المجتمع المغربي بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي يعني أصبحت كتقلد واحد مناصب عليا. كذلك أصبحت كتساهم في تدبير يعني الشأن العام الوطني. ففي المجال الرياضي كذلك كنلاحظوا بانه من قبل كان صعيب على الفتاه ولوج هذا المجال الرياضي، لكن استطعت يعني المشاركه ومن بعد كذلك الفوز بالقاب، كذلك الوصول الى مرحله التاطير التسيير والتحكيم في هذا المجال. سوف ابدا من حيث انتهيت. المجال الرياضي، هذا الفضاء الواسع للتسامح، هذا الفضاء المجال الواسع للغة التعايش، أنجب أسماء كثيرة في المغرب، أسماء نسوية، لسنا استثناءات بالضرورة. هل هذا يعني بأن المرأة المغربية يمكن أن تلعب أدوارا أخرى كبيرة غير منقوصة؟ ما تحتاجه فقط هي الفرصة. نعم، اسمح لي الأخ، بغيت نستحضر الآن، تكلمتي على المرأة الرياضية، بغيت نستحضر الآن واحد الاسم اللي افتقدته الساحة الرياضية، الشهر المنصرم من الأخت فاطمة عوام. فاطمة عوام جمعت كل هذه الصفات اللي تكلمتي عليها: المرأة العداءة، البطلة السابقة، المسيرة، سيرة أندية عريقة، كذلك الفاعلة الجمعوية. فافتقدتها رياضية، كنتمنى ان يعني يكون خلف لهذا الدواء، والحمد لله المغرب كيتوفر على نساء قادرات انهم كيعطيو في هذا المجال. وبالحديث عن الخلف، ذكرت الخلف، كيف يمكن ان نشجع النسوة منذ البداية، منذ الصغر على الرياضة؟ أتكلم من حيث باب المسؤولية التي أنا فيها، فأنا عضو بالجامعة والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، يعني لمزيد من التألق وكذلك لتوسيع قاعدة ممارسة هاد الفتيات لهذا المجال الرياضي. ففي البرنامج التعاقدي للجامعة الملكية المغربية بالحكومة اللي جاب تعليمات سامية من صاحب الجلالة، ف يعني كانت هناك الإنجازات ديال البنية التحتية، فالبنية التحتية عطات واحد الحلبة مطاطية، كذلك مراكز جهوية كتسمح لهاد الفتيات أنهم يمارسوا في واحد المكان آمن كيطمئنوا عليهم الأمهات ديالهم بكل يعني الوسائل اللي هي آمنة لهاد البنيتات هاد الفتيات. شكرا السيدة حكيمة بن شريفة، أنت عداء سابقة، أول امرأة ترأس نادي لألعاب القوى وألقاب أخرى، ونذكر